أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيئة نت العثور على 3 جثث لميليشيات الحشد الشعبي شمالي تكريتا. ونطالع في المدى، العراق والأردن يطالبان بعضهما بديون قديمة. جاء في موقع كتابات العبادي يهاجم المالكي، أنت من استدعيت الجيش الأمريكي مرة أخرى للعراق والأمر مثبت في الأمم المتحدة. ونقرأ في الجزيرة نت ضرب الطاولة، وضرب الطاولة بالأحرى، وخرج ترامب يغادر اجتماع قادة الكونغرس غاضبا. ونقرأ في العربي الجديد حيث جاء فيه 3 قتلى وإصابات باحتجاجات أم درمان في السودان. وفي القدس العربي نقرأ بومبيو تهديدات أردوغان ضد الأكراد لن تمنع انسحابنا من سوريا. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة، في العراق استمرار الخلافات على أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة. أهلا بكم. الأجواء المتوترة التي تعيشها مدينة سامراء شمال بغداد وآلها تلقي بظلالها على أكثر من صعيد، ولا سيما الأمني والسياسي منها، حيث يراد للمناخ غير المتوازن هناك أن يفضي إلى واقع ترسم الميليشيات المتحكمة بالمشهد سيناريوهاته التي تنتهي بالضرورة إلى التلاعب بالتركيبة السكانية للمدينة تحت ضغط عسكري ممنهج جرى إغفال المدينة ومحيطها إلى بعض الأخبار التي تصور للمتلقي وجود سطوة عسكرية حكومية نافذة وتجمل له قواتها، والمغزى من ذلك هنا هو صناعة ضبابية على ما يجري من حراك منهجي لتنفيذ مرحلة من مخطط إيران تجاه المدينة خاصة وبحق البلاد ككل، خاصة وأن موضوع الطرق الاستراتيجية التي تعتزم طهران إحكام السيطرة عليها بين إيران وسوريا من خلال العراق يمر أشهر من سامراء بحسب مقال للكاتب جهاد البشير في صحيفة البصائر العراقية. الوضع في سامراء اليوم بات من الظلم أن يعبر عنه بحالة من القلق المجرد أو الشعور العابر المبني على أساس التضامن والرصد والاكتفاء بذلك دون إجراء عملي يصرف المدينة وأهلها عن الطريق التي أجبروا على السير فيها والرضوخ إلى إرادات مفروضة بقوة السلاح، لا سيما وأن ما حصل في المدن المجاورة وما حل بها من خراب ونزوح صارت أشبه بأوراق ابتزاز حكومية وميليشياوية تهدد بها أهالي المدينة وتلوح لهم بمآلات مشابهة. الاعتقالات التي تطال أبناء سامراء تجري على نسق مضطرد ووفق سياسة دائبة الميليشيات التي تتقاسم النفوذ في المدينة ومحيطها على ممارستها، ترافقها انتهاكات لحقوق الإنسان ذات مستويين أحدهما جسدي مقصود ينتهي في أحيان كثيرة إلى القتل أو الإعاقة بهدف تدجين الشباب أو دفعهم إلى مغادرة مناطقهم والبقاء في حالة من الفرار والترقب، ولعل مصير المئات من المغيبين منذ سنوات الذي ما يزال مجهولا مؤشر على ذلك. والمستوى الآخر استفزازي قائم على إثارة الشارع بصيغة تهيئ لاتخاذ إجراءات ذات طابع طائفي تبررها السلطات وميليشياتها بأنها علاج لردود الأفعال التي يبديها الأهالي لا سيما أهل القرى الذين يتعرضون بشكل مباشر لهذا النوع من الانتهاكات. أما السياسيون والنواب منهم على وجه الخصوص الذين تصدروا وسائل الإعلام وباتوا يتحدثون عن مطالب أهالي سامراء فإنهم عاجزون تماما عن تقديم أي شيء يذكر في هذا الصدد، والتجارب السابقة أظهرت
هذا الوصف الدقيق وما موقفهم الحالي في مؤتمر صحفي يتيم علت فيه الأصوات المجردة من الأفعال وعن الأفعال إلا محاولة لاحتواء وضع متأزم أدخلوا فيه جراء أحداث ضاغطة أحرجتهم وأظهرتهم عاجزين عن الإجابة عن السؤال المطروح في الشارع السامرائي وغيره؟ ماذا قدمتم لنا؟ أقرأ في المدى، كتب مثنى التشادرشي عن سرقة معدات مصفى بيجي أثناء تحريره بأن نتائج التحقيق تؤكد قيام ميليشيات العصائب وكتائب حزب الله وسيد الشهداء هي من قامت بتفكيك وسرقة معدات المصفى بإشراف أبو مهدي المهندس بحسب المقال نشره موقع وكتابات. يطول الحديث إذا دار حول الخطر والتهديد الذي تمثله على العراق الميليشيات المسلحة المرتبطة بالنظام الإيراني، خصوصا إذا ما علمنا أن هذه الميليشيات قد رضعت من صدر نظام يتهمه شعبه جهارا وبصريح العبارة بكونه ناهبا لثرواته ومجرما بحقه وفاسدا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. وإنما قد أكده النائب مثنى السامرائي عن محافظة صلاح الدين يوم الأحد الموافق 6 من كانون 2 من عام 2019 من أن التحقيق بسرقة معدات مصفى بيجي في أثناء تحريره أغلقت في زمن المحافظ السابق رائد الجبوري نتيجة الخلافات السياسية وضغوط إيرانية. وبطبيعة الحال فإنما تدخل النظام الإيراني وأقحم أنفه فلا بد من وضع 1000 علامة استفهام هناك. النائب السامرائي قال في تصريحات صحفية وهو يكشف معدن هذه الميليشيات ومن خلفهم معلمهم الأكبر أي النظام الإيراني، عندما أماط اللثام عن ذلك التحقيق بقوله إن نتائج التحقيق لم نطلع عليها في حين كل العاملين والوثائق والصور تؤكد قيام ميليشيات العصائب وكتائب حزب الله وسيد الشهداء بتفكيك وسرقة معدات المصفى بإشراف أبو مهدي المهندس. الشعب العراقي صار يعلم جيداً مدى هو حجم الأضرار التي باتت تلحق به من مختلف الجوانب بسبب التدخلات المشبوهة للنظام، وإن هذه الميليشيات هي إحدى أوجه تدخلاته الفاضحة، فهي تمثل وسيلته من أجل بلوغ غايته المشبوهة من ألفها إلى يائها حسب الكاتب. ما من قضية في هذه البلاد أهم وأكبر وأخطر من قضية الفساد الإداري والمالي، وهي الآن الخطر الماحق رقم 1 الذي يتهددنا والأجيال اللاحقة بحسب الكاتب عدنان حسين في صحيفة المدى. الفساد جلب داعش إلى العراق ومكنه من احتلال ثلث مساحة البلاد. الفساد كان وراء محنة اليزيديين والمسيحيين، والفساد هو ما تسبب في قتل عشرات الآلاف من الشبان العراقيين اليافعين من مختلف القوميات، إما بهجمات قوات داعش على مدنهم وبلداتهم وقراهم، أو في حرب المواجهة الضارية ضده التي امتدت من شمال بغداد إلى عمق الموصل. الفساد أيضا هو ما عطل آلاف المشاريع التنمية التي كان يمكن لها أن تنتج سلعا زراعية وصناعية بملايين الأطنان وخدمات متنوعة ندفع عنها بالعملة الصعبة وتشغيل مئات الآلاف من الخريجين العاطلين وسواهم والحد من مستويات العطالة والفقر العالية. الفساد وهو دائما فساد الطبقة السياسية المتنفذة في نظام ما بعد صدام، وهي طبقة إسلامية في الغالب، هو الذي يجعل الغالبية العظمى من العراقيين في غاية الإحباط من دون أمل في المستقبل. ويضيف الكاتب وزارة الدولة ودوائرها قاطبة من أعلاها إلى أدناها متورطة ومتدنسة بالفساد والفساد الإداري طبعا والمالي في نفس الوقت، ولا استثناء في ذلك، لا دواوين رئاسة الجمهورية ولا رئاسة البرلمان ولا رئاسة الحكومة ولا الوزارات ولا الهيئات المستقلة حتى ولا المحافظات ومجالس المحافظات والبلديات ولا الدوائر غير المنتظمة في وزارة ولا النقابات ولا حتى الاتحادات ولا جمعيات النفع العام الأخرى.
مسيحيو العراق. جاء في العربي الجديد: أين هم مسيحيو العراق الذين يتحدث عنهم المفتي ورئيس الوقفة؟ وهل كانوا منهمكين بالاحتفال والبهجة؟ كانت أعداد المسيحيين العراقيين قبل الاحتلال الأمريكي في عام 2003 تقدر بأكثر من 1,000,000 نسمة، لكن العدد انخفض إلى أقل من النصف مع موجات من الهجرة والنزوح، فقد وجد مسيحيو العراق أنفسهم عالقين في صراعات طائفية حادة أو صراعات على النفوذ لم يكونوا جزءاً منها إطلاقاً، ولم يكن عندهم الأساس المبدئي إطلاقاً ولا آليات المشاركة فيها. بحسب الكاتب رافد الجبوري في مقال بصحيفة العربي الجديد: الواقع أن المسيحيين العراقيين على وجه العموم لم يكونوا بتاتاً جزءاً من مشروع غربي في العراق، بل إنهم من أكثر المتضررين والناقمين على الغزو الأمريكي للعراق الذي تكاد تبعاته تقتلع وجودهم من أرض عاشوا فيها منذ القرون الأولى لظهور المسيحية. أما في العصر الحديث وبعد نشوء دولة العراق الحديثة، فقد كان لشخصيات مسيحية أدوار بارزة جدا في عضوية وقيادة الحركات السياسية التي انتمى لها واتبعها ملايين من العراقيين. فمؤسس الحزب الشيوعي العراقي يوسف سلمان يوسف فهد كان مسيحيا، وكذلك طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في عهد حكم حزب البعث. كانت تلك هي الحداثة التي تفاعل معها العراقيون من مسلمين ومسيحيين وغيرهم، وهي حداثة لم تسجن الفرد داخل أسوار المحاصصة الطائفية التي ترسم لكل إنسان ولكل مجموعة من البشر حصة من الوظائف والأدوار لا يمكن تخطيها. تلك هي المحاصصة التي تأسس عليها النظام السياسي في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، التي أعطت المسيحيين حفنة من المقاعد النيابية وفق نظام الكوتا ومقعدا وزاريا واحدا في الحكومة. ما حصل في الواقع للمسيحيين واليزيدين وغيرهما وللمسلمين أيضا كان نتيجة فشل الدولة في أداء وظيفتها ودورها في مجتمع من المفترض أن ينظر إلى وينظر هو أيضا إلى أعضائه وكل من يسكنون العراق من مواطنين كأنهم مواطنين متساوين. من يملأ الفراغ في شرقي الفرات؟ تركيا أم العرب؟ سؤال طرحه الكاتب عبد الوهاب بدرخان في مقال بصحيفة الحياة اللندنية. ما يجري مع تركيا جزء من التعقيدات المتوقعة لتوزيع النفوذ والأدوار. فالولايات المتحدة تحاول التحكم والإشراف على رسم خريطة ما بعد انسحابها من سوريا. هناك ثابتان هما اعتراف أمريكي قسري بالأمر الواقع الروسي مع تفويض شبه كامل لكن بشروط كثيرة، وإصرار على تكريس دور إسرائيلي بالتوافق مع روسيا على أن يتمتع بحرية حركة ضد المواقع والأنشطة الإيرانية وبمنطقة حدودية خالية من الوجود الإيراني بعمق متفق عليه. وهناك متحولان: أولهما دور إيراني لا تعترف به أمريكا وترغب في إنهائه كليا أو تقليصه إلى أدنى حد ممكن معتمدة بشكل رئيسي على حسم روسيا أمرها إذا ما أرادت استقرارا حقيقيا في سوريا، والآخر دور لتركيا لا تمانعه واشنطن في المبدأ بل في تفاصيل قد تكون حماية الأكراد من بينها. يضيف الكاتب: انسحاب الأمريكيين مربك بما يطرحه من فرص وتحديات بمقدار ما كان وجودهم ملتبسا بما أشاعه من آمال وخيبات. كان التوازن الوهمي الذي شكله الوجودان الأمريكي والروسي منع أي احتكاك بينهما، لكنه منع خصوصا بلورة حل سياسي منصف للشعب السوري. قصرت واشنطن حقيقة أهدافها على محاربة داعش تحت مظلة تحالف دولي، وخاصمت الجميع لمصلحة تحالف ضيق مع شريحة لا تمثل غالبية أكراد سوريا.
هل ظاهرة حزب الله ظاهرة لبنانية خالصة وشأن لبناني بحت؟ أم أن عقيدة الحزب وتوجهه وسلوكه خارج حدود لبنان جعلت منه ظاهرة إقليمية، خاصة بعد انخراط حزب الله المبكر في النزاع السوري وحتى النزاع اليمني أيضا بل وشبه عالمية تسببت في العديد من الأزمات والمشاكل حول العالم بسبب تحوله إلى ذراع إيرانية في المنطقة وتجاوزه دور الحزب السياسي المدني في لبنان وممارسة التداول السلمي إلى تحوله إلى ميليشيا مسلحة داخل الدولة وخارج سيطرتها، وهذا هو واقع حزب الله. هذا ما جاء في مقال للكاتب جبريل العبيدي في صحيفة الشرق الأوسط. في لبنان أزمة طائفية لا شك في ذلك، يصنعها ويغذيها ويتبناها حزب الله ويحاول فرضها بالتبعية للمرشد الإيراني. فالدور الإيراني واضح في لبنان ومنتشر في بلاد العرب عامة، في العراق وجبال صعدة في اليمن، المتمثل في ميليشيا حزب متمرد على الدولة وفوق سلطة الحكومة والقانون بقيادة حسن نصر الله. النظام السياسي الذي تشكل في لبنان عام 1943 هو من تسبب في ظاهرة الديمقراطية بالنسخة الطائفية التي هي نوع من الفتنة الدائمة والمتحركة تحركها الدوائر الخارجية متى تريد، خاصة في ظل وجود ميليشيا عقدية مسلحة تسمى حزب الله ولاؤها للولي الفقيه في طهران. الأمر الذي تسبب بهذا الوضع الذي نراه في لبنان، لبنان الذي هو الآن من دون حكومة، والسبب استمرار وجود ظاهرة حزب الله الذي لا يزال يعاني قادته من أزمة هوية. الكاتب يضيف: لعل المتابعة للشأن اللبناني لاحظت تسلط ميليشيا حزب الله التي تستقوي بالخارج على الدولة وعملها كدولة داخل الدولة للإبقاء على لبنان مضطربا وعلى حافة حرب أهلية بين الحين والآخر، وهي غاية إيرانية استغلت مشكلات لبنان المتعددة من أزمة رغيف الخبز وغلاء الأسعار إلى الديمقراطية المبنية على المحاصصات الطائفية. بعيداً كل البعد عن السياسة، ستصبح لوحة فحص النظر المعلقة على حائط الاختصاصيين في النظر وأطباء العيون شيئاً من الماضي، مع ظهور تطبيق جديد يقوم بهذه العملية وأنت مستلق على أريكة منزلك. فقد قدمت شركة IQ التي مقرها في كاليفورنيا جهازاً يمكن وصله بالهاتف الذكي للقيام بعمل اختبارات الرؤية، ويسمى جهاز تعقب الرؤية الخاص. ويتصل الجهاز بتطبيق IQ على جهاز الهاتف الذكي، مما يمكن المستخدم من إجراء الاختبار الذي مدته 15 دقيقة لتحديد قوة الإبصار ومدى ضرورة استخدام نظارات. يبلغ سعر الجهاز حوالي $30، ويمكن من خلاله فحص العيون بشكل دوري وتخزين المعلومات الطبية بواسطة التطبيق ومشاهدتها على الحاسوب ومشاركتها مع اختصاصي العيون أو الطبيب، بل يمكن حتى من خلالها طلب نظارات جديدة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.